الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. من مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع مخصص في حق الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics تحت عنوان فرعي هو توزيع ثاء The F Distribution. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء العالم، وعلى بركة الله نبدأ. توزيع ثاء The F Distribution، قدمت في المقاطع السابقة المبادئ الأساسية لتجربة برنولي ترايل، ثم توزيع ذي الحدين باينيومال ديستريبيوشن عفوا وتوزيع بواسون ديستريبيوشن، وتوزيع مربع كاي سكوير ديستريبيوشن، والتوزيع الطبيعي نورمال ديستريبيوشن، باعتباره هذا اللي هو التوزيع الطبيعي اهم توزيع احتمالي متصل كونتينوس ديستريبيوشن، واخيرا قدمت توزيع تاء The student T distribution. سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية لتوزيع ثاء The F distribution، وهو من أهم التوزيعات الاحتمالية المتصلة continuous distribution، وكثير الاستعمال في اختبار الفرضيات أو ما تسمى بالأدبيات الغربية hypothesis testing. يفضل العودة إلى المقاطع المشار إليها لإنعاش الذاكرة حول التوزيعات المذكورة. يعتبر هذا التوزيع أي توزيع فاء من أهم التوزيعات الاحتمالية المستخدمة في اختبار الفرضيات، وخاصة في حال اختبار فرضية صلاحية النموذج القياسي برمته أي اختبار الأهمية الإحصائية، هذه الأهمية الإحصائية أو ما تسمى بالأدبيات الغربية statistical significance لكافة معلمات النموذج القياسي الذي يعلمها طلاب الاقتصاد القياسي والاقتصاديون بشكل عام. ينشأ توزيع فاء من حاصل قسمة متغيرين مستقلين، يتبعان كل واحد منهم يتبع توزيع مربع كاي سكوير ديستريبيوشن. لنفترض بأن W هو المتغير الأول، متغير عشوائي يتبع توزيع مربع كاي أي كاي سكوير بN1 أو نون واحد من درجات الحرية، وأن V هنا متغير عشوائي آخر يتبع توزيع كاي كذلك الأمر بN2 أو نون 2 من درجات الحرية، لكنهما يعني V و W مستقلان عن بعضهم البعض، يعني V الآن لكنه مستقل عن W. فإن حاصل قسمة الآن المتغيرين يعطي قيمة هذا المتغير F بهذه الحالة تساوي حاصل قسمة W اللي هو متغير أول مقسم على درجات الحرية له، وطبعا حاصل قسمة كلها على الآن مقسومة على V المقسم بالوقت نفسه على نون 2 اللي هو درجات الحرية له. هذا الآن متغير الآن W متغير مربع كاي بN1 درجة حرية، وعندي الآن V اللي هو مربع كاي بN2 درجات حرية. هذا F هو متغير عشوائي يتبع توزيعا احتماليا يسمى توزيع ثاء أو F بدرجات حرية N1 وN2 نون 1 نون 2 أفقي وعمودي على التوالي، وسأشرح إن شاء الله عندما أصل إلى الأمثلة من المقصود بهذه أفقي وعمودي. استكمال، أي أن توزيع فاء ينشأ من حاصل قسمة متغيرين عشوائيين مستقلين يتبعان توزيع مربع كاي بدرجات حرية نون واحد N1 أفقيا ونون اثنين N2 عموديا، وهذا العدد من درجات الحرية يحدد شكل توزيع فاء. يوضح الشكل الآتي صورة توزيع F بدرجات حرية مقدارها 5 أفقي و4 عمودي. نبدأ لأنه نكتب إحنا من اليسار اليمين بالأرقام العربية هاي، فخمسة أفقي وأربعة عمودي أفقي وعمودي على التوالي، وقد أعدت جداول خاصة من أجل حساب الاحتمالات المختلفة للمتغير F، يتعذر وضعها كلها في هذا المقطع لأنها كثيرة، ويوصى بمراجعة أي كتاب في الإحصاء الاستدلالي لمراجعتها. هذا الآن هو التمثيل البياني لتوزيع لمتغير عشوائي هو X، لكن هذا X يتبع توزيع F أو فاء بخمس درجات حرية أفقية
وأربع درجات حرية عمودية. ماذا نقرأ من هذا الرسم البياني أو التمثيل البياني؟ إذا كان لدينا الآن معلومة عن درجات الحرية وهي في هذه الحالة 5 و4 أفق عمودي، الرسم البياني يقول لنا بعض المعلومات بأن 90%، لاحظوا الخط الأزرق المتقطع، 90% من قيمة المتغير X تقع إلى يسار 2.14 أو تساويها، يعني بتكون قيمة المتغير تساوي أو أقل من 2.14، 90% من قيمة المتغير. 95% من قيمة المتغير تقع إلى يسار 2.69، أي بمعنى آخر أنه X تأخذ قيمة مقدارها 2.69 أو أقل منها، واحتمال أن تكون هذه القيم أقل من هذا 95%، و 99% من قيم X بكون قيمتها 4.02 أو أقل باحتمال 99%. إذن هذا توزيع تراكمي، المساحة تحته 1 صحيح أو 100%، وهو يعطينا الاحتمال من اليسار إلى اليمين مثل ما حسبناه بالنسبة للنورمال ديستريبيوشن أو التوزيع الطبيعي وتوزيع تي وتوزيع كاي وهكذا. أحد الجداول، دعنا ننظر إلى الجدول الآتي. هذا الجدول هو موضوع من أجل حساب المائين الخمسين، أي 50% من المتغير أقل من 50%. فعلى سبيل المثال لدينا الآن درجات حرية، هذه الدرجات العمودية، هون درجات أفقية. فلنفترض بأن الآن سألنا ما هي قيمة X للخمسين المائين 50% إذا كانت درجات الحرية 4 أفقية وواحد عمودي. دعنا نطرح السؤال هنا، على درجات الحرية 4 أفقي واحد عمودي، احتمال أن تكون قيمة F اللي هي X بالحالة هاي أقل أو تساوي 1.823، بتكون احتمال 50%، بمعنى آخر المساحة إلى يسار هذه القيمة 1.823، هذه المساحة تساوي 50% من التوزيع. جدول آخر، المائين الخامس والسبعين، جدول المائين الخامس والسبعين بدرجات حرية 20 أفقي وثمانية عمودي. عندي الآن 20 أفقي وعشرين أفقي، هذا العشرين، وثمانية عمودي، هاي الثمانية. إذا التقى، طبعا وضعت هذا الخط المتعرج الأخضر حتى أبين المنطقة. في السؤال الآن احتمال أن تكون X أقل من أو تساوي 1.609، 1.069 احتمالها 75% إذا كانت درجات الحرية أفقيا تساوي 20 وعموديا تساوي 8. هذا طبعا رسم البيان لها، درجات الحرية 20 أفقي و8 عمودي، فاحتمال أن تكون قيمة F اللي هي X تساوي أو أقل من 1.0606 بتكون 5%، بمعنى آخر المساحة إلى يسار هذا القيمة تساوي 75%. مثال، لنفترض عفوا بأن X متغير عشوائي يتبع توزيع F بدرجات حرية نون 1 تساوي 10، نون 2 تساوي 10 أفق عمود طبعا على التوالي. فإن احتمال أن تكون قيمة X أقل من أو تساوي 1.551 تساوي 75%، وأن احتمال أن تكون X أقل من أو تساوي 2.323 تساوي 90 أو 90%، يعني 0.9 هنا 90% أو 9 من 10. إذا كانت الآن درجات الحرية أن 1 تساوي 20 وأن 2 تساوي 15، فإن احتمال الاحتمال التالي probability of X، احتمال X أن تكون أقل من أو تساوي 1.413 بتكون 75%، وأن احتمال أنه X تكون أقل من أو تساوي 1.924 90%. ما يعني الآن نستطيع الإجابة على بعض الأسئلة المخالفة لهنا، يعني احتمال أن تكون X أكبر من 2.323 بكون 1 صحيح مطروح من 90% وبتساوي 10%، لأنه ما يتمم الآن الاحتمال ل 100% هو 1 ناقص هذا الرقم. كذلك الأمر، ما احتمال أن تكون X
أكبر من وليس أقل من 1.413 بتكون 25% اللي هي بتساوي 1 مطروح منها 75%، وأخيرا باحتمال أن تكون X أكبر من 1.924 بيكون طبعا 10% اللي هي 1.90%. حساب الكميمات، إذا قلبنا صيغة توزيع المتغير X الذي يتبع توزيع F أي 1 على F، فإن الآن أصبحت في البسط V مقسمة على درجات حرية إلها N2 وبالمقام W، ليس كما بدأنا بالأول يعني عندما ذكرنا مما ينشأ توزيع F، فالآن قلبناها أصبحت 1 على F، إذن تصبح V في البسط ودبليو في المقام، وكل واحد منها مقسوم على درجات حرية. هذا المتغير يتبع توزيع F لكن باثنين أفقي، بأنتو أفقي وأن ون عمودي. تنقلب الآية الآن. من حسابات هذا التوزيع نستطيع تحديد قيم أي كميم، كما تسمى باللغة العربية كميمات اللي هي كوانتايل باللغة الغربية. فمثلا لو كان X متغيرا عشوائيا بدرجات حرية أن 1 يساوي 10 وأن 2 يساوي 10 أفقي وعمودي على التوالي، فإن الكميم الخامس والعشرين، لأن الكميم الخامس والعشرين ويرمز له ب F sub 0.25 يعني 25% من المتغير بتكون إلى يسار هذه القيمة، هو ماذا؟ الكميم الخامس والعشرين لعشر درجات حرية أفقيا وعموديا تساوي 1. هذا الرقم أو هذه القيمة نأتي بها من جدول، من الجدول الذي فيه درجات حرية 10 و10 للكميم 25، فبتكون قيمته 0.6447، أي أن 25% من قيمة المتغير X الذي يتبع توزيع F بيكون 25% منها بيكون إما تساوي أو أقل من 0.6447، أي أن 25% من قيمة المتغير تكون أقل من أو تساوي 0.6447. في المقاطع القادمة بإذن الله تعالى سنستخدم توزيع فاء في اختبار الفرضيات حول مسائل متعددة، منها مستوى الأهمية significance level كما ذكرت سابقا للمعلومات المقدرة بطريقة المربعات الصورة الاعتيادية، وسنستخدمه في تحليل التباين analysis of variance. طبعا هنا المربعات الصورة الاعتيادية ordinary least square OLS واختبارات أخرى. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن المبادئ الأولية لطريقة المربعات الصورة الاعتيادية ordinary least square OLS، وهي من طرق تقدير معلومات النماذج القياسية والنمذج الإقصائي econometric modeling التي ندرسها أو ندرسها لطلابنا في الإقصاد القياسي. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.